عليكم يا شعب تونس، الشعب الذكي، الشعب المزيان، الشعب الثوري، الشعب الديمقراطي. اليوم باش نتحدثوا على الانتخابات الرئاسية. يوم 2 أوت انفتح باب الترشحات وشوفنا لحد اليوم 9 ترشحات، 9 مرشحين، يعني مرشحين متميزين، ونحاولوا باش نعلقوا على كل ترشحات وعلى كل المرشحين. اول مرشح هو نبيل القروي، او بما عرف نبيل مقرونه. هو بصراحه لو روبان دي بوا دي بوفر، يعني روبان دي بوا حبيب الفقراء اللي يقلب الدوله في 8 مليارات ويهديها للفقراء في شكل مكرونه. اتونسيون، مكرونه بالطماطم، مياش مكرونه باللحم، اللحم اللي عنده زروس. والاكثر من ذلك، والاكثريه هو يحب الفقراء، حتى عدوه بالفقر نتاعو. مسكين سيد نبيل باش يترشح في الانتخابات الرئاسيه تسلف الفلوس من ماما، يعني مسكين. والله والله يسخفني على اللخم. مسكين، والله صوتوله، بالله صوتوله، تشبعوا بالمقرونة، حاصلوا 5 سنين مقرونة خير من بلاش. 3, 2, 1, via! Alors, المرشحة الثانية هي عبير موسي. زعما تقربش لكوين موشي، الله أعلم. سبحان الله، فولة تقسمت على 2 من المخلوع بن علي، يشبهوا لبعضهم برشا. بن علي في شكل مرأة، زعما تكونش بنته بالرضاعة. عبير موشي تموت على الطبل والزكرة، انتخبوا الطبل والزكرة، ارتحوا واشتحوا بالمحارم والحضرة. باش يبيد الخوانجية الكل. مش نحول تونس لبلد أوروبية، أما بالطبل والذكرى كمان. المرشح الثالث هو قيس سعيد. بصراحة مصباح وأنا نحك وننظف فيه، ننظف فيه، ننظف فيه، ما قريتش حتى وسخة. يعني هو أنظف من مسيو بروبر، سي با بوسيبل. أنظف من مسيو بروبر، إنسان نظيف وصادق على الآخر، وهذوما حاجة هذيا تري غار في تونس. التوانس يحبوا انسان صادق ونظيف. بصراحه مسيو بروبر عجبني على الاخر، اما هو انسان خارق العاده، انسان غير عادي. يعني هو انسان المستقبل، هو انسان تكون ابل لوم ترانسوما، هو انسان ترانسوما، هو اعلى من الانسان، لانه عنده قدرات اعلى من الانسان العادي. هو نص انسان نصف روبو، هو دونك ترانسوما. وحاسيلو كيف يتكلم ما تجمش تشدو، ما تجمش على اسمك، فريمون تضغط على الفلسه بقوه باش تسكتو. حاسيلو كي يتكلم فهمتوا توا، فهمتوا كيفاش الحمار اكل الدستور. المرشح الرابع هو المنصف المرزوقي. المنصف المرزوقي من أكبر الكفاءات التونسية، من أكبر الأعلام التونسية، يعني عنده ثقافة واسعة، عنده يعني سيرة ذاتية خارق العادة. هو أكثر حضور في المحاضرات، في المنابر الثقافية، ولكن بصراحة ما عندوش زهر، على خاطر الشعب التونسي يقول عليه طرطور. طرطور يعني إنسان مثقف، طرطور
طرطور بصراحة هي مكانة المثقف في المجتمع، في المجتمع العربي. يعني كي تكون مثقف وتكون يعني إنسان موسوعة بقى يقولوا عليك طرطور. هذيك يعني للأسف مكانة المثقف في المجتمع العربي. حسين المرزوقي إن شاء الله نجم يوصل، وإن شاء الله يأكل أكثر لحم من قاروص. والمرشح الخامس هو محمد عبو، راجل اللبوة سامية عبو. هما الاثنين عبو 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 منذ 2011، منذ الثورة هما عبو، ولكن هما ديما حاضرين في الساحة السياسية التونسية. يعني المشكل التونسي كيفاش باش يختار رئيس مرتو تحكم فيه، يعني رئيس مرتو شمطة، مرتو شمطة تحكم فيه. يعني هي بصراحة هي كانت من الأحسن سامية عبو هي تترشح للرئاسة، لأنها عندها شخصية قوية ولسانها طويل 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 على الأخر. أما أزمة نحب نقولها مش عركة عملناها على المواطن ومصلحة المواطن، كي عملناها على المواطن ومصلحة المواطن تعالوا ندخل معاهم في العركة دي. عملوا عركة على الكراسي، وعملوا عركة على المناصب، عاملين عركة على الانتهازية. للانتهازية عنوان اسمها التحير اللي صار على الشعب التونسي. والآن المترشحين الصغار اللي فريمون، واحد مترشح صغير اسمه علي حمدي أبهرني بالمريول بتاعه، مريول روبافيكا أصفر أخضر مرايات تحت فيستا مهممة. قبل ما تفكر في حكم تونس، احكم في حوايجك قبل. وزيد هو يحكي بفم المليان، ويعني بطريقة عنده ثقة في نفسه، اللي هو كان مستشار هولاند ومستشار أوباما، وهو بفضله هو هذوما الاثنين وصلوا للحكم. بصراحة إذا كلامك صحيح حتى أنا ملكة إنجلترا العظمى. بصراحة يعني بفضل نصايحه أوباما وهولاند وصلوا للحكم. بينكيو. واخيرا اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايكي، انزل على الجرس حتى يجيك جديد، شاركوا في قناتي بالفرنسية وفي قناتي بالعربية، شاركوا في صفحتي فيسبوك، ونحبكم تشاركوا من بنزرت لبنقردان، تونس الكل تشارك في قناتي. وش خاصك وعليش زعما منقدوش